دكتور ماك، السؤال هنا عن الإجراءات التي سبقت هذه الخطوة أو التي تزامنت مع هذه الخطوة. يعني ترامب اتخذ عدة خطوات في سبيل منع الهجرة أو التقليل منها أو الحد منها، ألم تكن كافية؟ أعتقد أنه لا يفهم القانون الأمريكي، أو يمكن لم يتم توضيحه له، وهو ينعتهم بأنهم مهاجرين غير شرعيين. القانون الأمريكي يسمح لأي شخص يدخل على نقطة حدودية أمريكية ويطلب حق اللجوء السياسي، فهو مهاجر شرعي، تقدم بحق اللجوء السياسي، تنظر الهجرة طلبه، إذا لم تجبه إلى طلبه يتم تحويل الأمر إلى المحكمة، المحكمة تفصل هل هو في خطر داهم على حياته في بلده وهو يهرب حفاظا على حياته، تعطيه حق اللجوء أو ترفض حق اللجوء ويتم ترحيله. فلا بنعتهم أنهم مهاجرين غير شرعيين، هذا مخالف للواقع ومخالف للحقيقة. هو وصفهم بأنهم غزو، هكذا جاء وصف. وصفهم بأنهم غزاة والناس سوف يستخدم القوة العسكرية ضدهم. هؤلاء ليسوا بغزاة، هم ليسوا مسلحين ولم ينووا العدة إلى الهجوم على الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تجد لهم مركبات ولا معدات ولا دبابات ولا طائرات. هؤلاء بشر طحنتهم الظروف الاجتماعية والظروف السياسية والظروف الأمنية في بلادهم، هربوا من العصابات وخوفا على أرواحهم وأرواح أولادهم إلى مستقبل أفضل، إلى بلد يستطيع أن يحميهم. بعض منهم طلب حق اللجوء السياسي داخل المكسيك، والبعض الآخر قرر المضي قدما. يمكن أن يكون هذه العصابات الموجودة في هندوراس لها فروع في المكسيك، ويمكن أن يكون الخطر داهم أيضا عليهم في المكسيك. لا يمكن أن تقرر قبل أن ينظر الأمر أمام القضاء ويفصل القضاء الأمريكي هل هذا الفرد يستحق حق اللجوء السياسي من عدمه. فهذا الرئيس يضرب بكل القوانين عرض الحائط. تذكر أنه يريد أن يلغي يعني الجنسية بالميلاد في الولايات المتحدة الأمريكية، ضاربا بعرض الحائط التمديد رقم 14 للدستور الأمريكي الذي نص صراحة كل من ولد على الأرض الأمريكية أمريكي. فأعتقد أن هذا الرجل بالتأكيد يعني يشاهد كثيرا فوكس نيوز، وهؤلاء المذيعين في فوكس نيوز بالتأكيد يؤثروا عليه وعلى طريقة تفكيره، وهذا ما يثير رعبي أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية تدار بذلك الأسلوب.